تلاميذ السنة الثالثة من تعليم الابتدائي. عندنا الصفحة الثامنة والتاسعة من كتاب فضاء الرياضيات، الدرس الأول من هذا الكتاب اللي هو الأعداد من 0 إلى 999. إذا عندنا الدرس الأول فيه الأعداد من 0 إلى 999. الحصة الثانية أكتشف وأتمرن، عندنا أؤدي مبلغ كل دراجة باستعمال أوراق مالية من فئة 100 درهم وقطع نقدية من فئة 10 دراهم ودرهم واحد. الدراجة الأولى ثمنها 462 درهما، الدراجة الثانية ثمنها 925 درهم، الدراجة الثالثة ثمنها 651 درهم. واستعمل هذا الجدول، عندنا الجدول، هذه هي الأوراق المالية والقطع النقدية التي سنستعملها عند الأداء. ورقة مالية ديال 100 درهم، قطعة نقدية 10 دراهم ودرهم واحد. إذا بالنسبة للدراجة الأولى ثمنها قلنا وهو 462 درهم. إذا كم من ورقة مالية ديال 100 درهم سأستعمل؟ إذا أستعمل أربعة أوراق. القطع النقدية 10 دراهم، ديال 10 دراهم أستعمل كم من قطعة؟ لاحظ، إذا 6 قطع. وكم من درهم؟ إذا 2. إذا أفكك هذا العدد، 462، 400 بمعنى 400، 6 عشرات بمعنى أنها 60 درهم، 60 وحدة، 2 وحدات أو 2 دراهم. الدراجة التالية قلنا ثمنها 925 درهم، إذن كم من ورقة مالية ديال 100 درهم سأستعمل؟ 9 أوراق، والعشرات هذه القطع من فئة 10 دراهم أستعمل قطعتان، 2، إذا 2 بمعنى أنها هي 20 درهم، 2. وكم من قطعة نقدية من فئة درهم واحد؟ 5 قطع. أفكك هذا العدد، 925 بمعنى 900، إذا قلنا 900 هي 900 زائد 20، قلنا 2 العشرات بمعنى 20 وحدة، وخمسة دراهم أي 5 وحدات. الدراجة الثالثة قلنا ثمنها 651 درهم، إذن هي كم من ورقة مالية من فئة 100 درهم؟ 6 أوراق من فئة 100 درهم. العشرات كم من قطعة نقدية فئة 10 درهم؟ 5 قطع. الوحدات درهم واحد أي واحد، إذن درهم وحدات أي واحد. إذن نفكك العدد، 600 هي 600 زائد 50 زائد واحد، المجموع هو العدد هو 651. إذن
نمر إلى السؤال التالي. عندنا دلنا على الجدول. السؤال التاني: Je compare les prix des bicyclettes deux par deux et je les range. Je compare بمعنى أقارن لي بري الأثمنة ديال الدراجات اثنان اثنان جوج جوج و جو لي رونج من بعد نرتبهم. إذا نرجعو لهذه الصفحة اللي كنا استعملنا فيها شنا الدراجات، أنه ثلاث دراجات، كل دراجة الدرجة الأولى تمنها 462 درهم، الثانية تمنها 925 درهم، والدراجة الثالثة ثمنها 651 درهم. إذن أقارن 925 659. لاحظ، أول شيء عند المقارنة نلاحظ عدد الأرقام. عندي هنا ثلاثة أرقام وعندي هنا العدد ثلاثة أرقام، إذن الأرقام متساوية. ثاني شيء نبدأ برقم المئات. عندي المئات هنا تسعة، المئات هنا ستة، إذن تسعة أكبر من ستة، إذن هذا العدد 925 أكبر من 659. العدد 462 925. إذن قلنا أول شيء هو عدد الأرقام، عندي هنا ثلاثة، بالنسبة للعدد الثاني ثلاثة أرقام، إذن الأرقام متساوية. نرجع إلى نبدأ برقم المئات. عندي أربعة، أربع مئات، والعدد هنا الثاني عندي تسع مئات، إذن أربعة أصغر من تسعة، إذن العدد الأول 462 أصغر من 925. العدد 462 درهم، 659 درهم. إذن دائما كما قلت نحسب أولا عدد أرقام، عندي ثلاث أرقام ثلاث أرقام، إذن الأرقام متساوية. نلاحظ رقم المئات هنا عندي أربعة، رقم المئات عندي في العدد الثاني ستة، أربعة أصغر من ستة، إذن 462 أصغر من 659. ثم نأتي إلى الترتيب النهائي. إذن عندي أكبر عدد هو 925، ثم العدد الثاني 659، لأن 659 هي أكبر من 462، و 462 أصغر عدد، لأن أكبر من 462. إذن ترتيب على هذا الشكل: 925 أكبر من 659 أكبر من 462. نمر إلى الحصة الثالثة. عند السؤال أكمل: 253 عدد من ثلاثة أرقام. إذن الرقم ثلاثة هو رقم يمثل ماذا؟ ثلاثة، هذا الرقم يمثل ثلاث وحدات، ثلاث وحدات.
الرقم 5 هو رقم العشرات، يمثل كم من وحدة؟ إذا رقم 5 هو 50 وحدة، إذا نكتب 50 وحدة. الرقم 2 هو رقم المئات، الاثنان إذا يمثل 200، نكتب على الجدول الوحدات 3، العشرات 5، المئات 2. إذا 2 قلنا هو 200، 200 زائد 5 عشرات بمعنى 50 وحدة، زائد 3 وحدات، إذا العدد هو 253. إذا ننتقل إلى السؤال الرابع، أكتب كل عدد كتابة رقمية. العدد عندي هذا الرسم من واحد، عندي كم من وحدة؟ إذا أحسب الوحدات، عندي 4 وحدات، العدد 4. القضبان أو العشرات، عندي قضيب واحد، العشرة واحدة. صفائح أو المئات، وهي المئات، عندي صفيحة واحدة أي 100 واحدة. إذن العدد عندنا هو 114. الرسم الثاني، نلاحظ الوحدات، عندي 1، 2، 3، 4، 5، 6 وحدات. القضبان عندي 2 أو العشرات، العشرات هي القضبان هما العشرات. الصفائح 3، الصفائح هي المئات، 3 صفائح، إذن العدد هو 326. الرسم الثالث، عندي القضبان الوحدات عفوا 8 وحدات، العشرات ما عنديش، إذن عشرات القضبان 0، والصفائح اللي هي المئات عندي 2، إذن لا أكتب. العدد عندنا هو 208. ونمر إلى عندي 900 + 60 + 7 هي 967. 500 + 60 هي 560. 300 + 4 304. العدد عندنا هو، نكتب هنا، 450. إذن العدد هو 450. 606، نكتب 606. إذن ننتقل إلى التمرين الخامس، عندي جو كولوري لا كارت دو لا فالور دو بوزيسيون de chaque chiffre coloré. Je colorie au loin la carte de la valeur de position de chaque chiffre. De chaque chiffre coloré. Coloré, coloré, coloré. رقم الوحدات، واحد هنا رقم العشرات، واحد رقم المئات. إذا ما هي قيمة هذا الرقم؟ والأول عندي هو واحد، هو رقم المئات، إذا قيمته 100، ولون 100. العدد الثاني عندي 589،
التسعة هو رقم الوحدات 8 مئات عشرات عشرات عفوا، وخمسة رقم المئات. إذن الرقم الملون هو 8 أي 8 عشرات، إذن هي 80 قيمته 80. العدد الثالث 769، 9 هو رقم الوحدات، 6 رقم العشرات، 700 الرقم الملون عندي هو 9، إذن قيمته 9 وحدات، ولون 9. 300 عندي العدد تالي 324، 4 رقم الوحدات، 2 رقم العشرات، 3 رقم المئات. الرقم الملون عندي هو 3، إذن قيمته 300. العدد الأخير 156، عندي 6 رقم الوحدات، 5 رقم العشرات، 2 رقم المئات. إذن العدد عندي الرقم الملون هو 5، ما هي قيمته؟ 50، إذن ألون 50. وهكذا نكون قد أتينا على نهاية الصفحة 9، وشكراً.